لبنان الشعبي يقول كلمته اليوم، حيث انطلقت حملة التوقيع على عريضة كان أطلقها منذ أيام رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وتؤكد العريضة التزام لبنان بموجبات الإجماع العربي، وترفض الحملات المشوهة لصورة لبنان والمسيئة لعلاقاته الأخوية مع أشقائه في المملكة العربية السعودية وفي دول مجلس التعاون الخليجي. كل خروج على أهداف الأمة العربية مرفوض، لذلك نحن منوقع لنأكد عروبتنا ومساندتنا للحق العربي وين ما كان. ونحن جزء صغير من الوطن العربي المتكامل، ونحن متوحدين وحنضلنا متوحدين. الشعب اللبناني بيتشكر السعودية والدول العربية كلياتهم اللي وقفوا معنا وما نسيونا ولا دقيقة ولا لحظة، ونحن أسرة واحدة وحنضلنا هيك. من ساحة مسجد محمد الأمين بوسط بيروت كانت الانطلاقة إذن، فبادر اللبنانيون إلى توقيع العريضة المليونية والتي تناشد كذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه. عم وقع حفاظا على بلدي، لانه البلد حيروح اذا نحن ما كنا مع العرب. يعني نحن اساسا كلبنان مفروض نكون مع العرب، ما بيقدر حدا يشيله عن خريطة العرب. اللبنانيون يؤكدون ان توقيعهم على العريضة انما جاء حفاظا على المصلحة اللبنانية العليا، وتأكيدا على ان لبنان وفي لانتمائه العربي وقوي في حرصه على استقلال دولته وقرارها الحر. بعد جولات التضامن مع المملكة العربية السعودية في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، انطلق اليوم على الأرض التحرك الشعبي تأكيدا على التمسك بهوية لبنان العربية وبأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب. مرسل كرم، الإخبارية، بيروت.